احباب مشتركي سبورة نت. في الفيديو هذا ان شاء الله باش نصلح لكم مجموعه من التمارينات على الكتله الحجميه، اول درس في الفيزياء لتلاميذ سنه ثامنه اساسي. نبدا بالتمرين رقم 1، ابحث عن الكتله الحجميه للبنزين. اذا علمت ان حجم 66 جرام من المحروقات يساوي 97 سنتيمتر مكعب، فهمنا؟ اذا لهنا مش لوجو على لهنا الكتله الحجميه. باهي، اذا اول حاجه عندي الكتله، الكتلة هي 66 جرام، إذا إم يساوي 66 جرام، ننتبهوا بالكدال الواحدة، إذا مش نحولها هذه لكيلوغرام، إذا مش تجيني 0.066 كيلوغرام، هكا ولا؟ إذا لهنا من الجرام للكيلوغرام نقسم على 1000، باهي نعرف إن 1 جرام يساوي 10 قوى إلا 3 كيلوغرام، معنتها إني قسمت على 1000، باهي، 1 كيلوغرام نضرب في 1000 يساوي 1000 جرام. إذا هذه أول حاجة ننتبهوا بالكدال الوحدات نتاعنا، وعندي لهنا الحجم، إذا في الحجم هو 97 إذا سنتيمتر مكعب، باهي، إذا لهنا هذه سنتيمتر مكعب باش نبدلها للمتر مكعب، إذا أول حاجة نبدلها للديسيمتر مكعب، إذا يساوي 0.097 ديسيمتر مكعب، وبعدين بالطبيعة باش نبدلها للمتر مكعب، إذا لهنا شنو نعمل؟ باش نقسم على 1000 كيف كيف، إذا يكفي إنه هذه 0.097 0.097 10 قوة ناقص 3 متر مكعب، فهمنا؟ إذا لهنا بدلت من ديسيمتر من سنتيمتر مكعب إلى المتر مكعب، نقسم معناتها مرتين على 1000، إذا لهنا قسمت على 1000 ولهنا تقسمت على 1000، تو باش نلوج على الكتلة الحجمية بتاعي اللي هي رو. إذا رو هي شنو القاعدة نتاعها؟ هي إم على في، الإم عندي 0.066 هكا ولا؟ باش نقسمها على الفي باش نلقى الرو بالكيلوغرام متر مكعب، إذا باش نقسمها على 0.097 10 قوة ناقص 3، فهمنا؟ إذا باش تجيني النتيجة النهائية 680 كيلوغرام في المتر المكعب، إذا هذه هي الكتلة الحجمية للبنزين 680 لهنا، باهي؟ نوريكم لهنا كيفاش نحسبوا على العمليه هذه. عندنا نحن رو يساوي 0.066، شو معناتها؟ معناتها 66 10 قوه ناقص 3 هكا ولا، قاسم 0.097 معناتها 97 10 قوه ناقص 3 و10 قوه ناقص 3 10 قوه ناقص 6، باهي، اذا يساوي 66 على 97، لهنا عندي 10 قوه ناقص 3 و10 قوه ناقص 6 معناتها 10 قوه الا 3 مع 6، اذا يساوي 66 على 97 10 قوه 3، باهي، يكفي إني بالكالكولاتر نخدم العملية هذه ونضربها في الألف، فهمنا؟ إذا هذه بتجيني النتيجة بتاعي بالكيلوغرام متر مكعب اللي هي 680 كيلوغرام في المتر المكعب. التمرين الثاني، إذا نص التمرين، الكتلة الحجمية اللي حبيت الجلوبين تساوي 0.00142، إذا لهنا الكتلة الحجمية هي كيلوغرام في المتر المكعب، إذا لهنا ننتبهوا بالكدير كيلوغرام في المتر المكعب. ما هي الكتلة القصوى التي يمكن حفظها في ثلاجة تصل 400 لتر؟ إذا هنا العنصر اللي لوج عليه هو الكتلة الام. نحن نعرف إنه الكتلة الحجمية رو يساوي ام على في، هكا ولا؟ إذا هنا باش نخرج الام، ام يساوي رو ضارب في، إذا هنا عندي الرو متاعي وعندي الفي متاعي، فهمنا؟ إذا الفي هي 400 لتر، باش نحولها لهنا. إذا باش تجيني 400 ضارب 10 قوة ناقص 3 باش نلقى 0.4 متر مكعب، فهمنا؟ خاطر عندي الرو عطيهالي بالمتر مكعب، إذا لهنا باش نتحصل على الماس بالكيلوغرام، إذا إم يساوي 0.00142 ضارب إذا الفي اللي هي 0.4، فهمنا؟ إذا باش نتحصل على الكتلة اللي يحب عليها، إذا يساوي 0.00، إذا لهنا 6 كيلو جرام، فهمنا؟ إذا هذا هو الماس نتاعنا. عدد التمرين 3، قمنا بوزن 17 قطعة نقدية فتحصلنا على 224.62 جرام. غمرنا هذه القطعة في 220 مللتر من الماء فارتفع مستوى الماء ليصل إلى 246.5 مللتر. ما هي الكتلة الحجمية للقطعة النقدية الواحدة بالكيلوغرام في المتر المكعب؟ فهمنا؟ إذا لهنا باش يلوج على الكتلة الحجمية للقطعة النقدية الواحدة، باهي، بالطبيعة باش نطبق القاعدة رو يساوي إم على في، باهي، عندي أنا كتلة القطعة النقدية عندي إم يساوي 224.62
فاصل 62 غرام، هذه الكتلة عندي. بقى لي الفي، عطيني هو معناتها التجربة اللي طلع بها الفي. غمرنا هذه القطع في 220 مللتر من الماء، فارتفع مستوى الماء ليصل إلى 246.5 مللتر. إذا لهنا حجم القطع النقدية شنو باش يكون؟ في هو 246.5 إلا 220، فهمنا؟ إذا يساوي 26.5 مللتر. بالطبيعة لهنا هذه، إذا لهنا بالمليلتر ولهنا بالجرام. إذا الرو يساوي إم على في، باش نخلي هذوك من الوحدات ومن بعد نبدل الرو الكل. إذا مش يجيني 224.62 على 26.5، إذا يساوي 8.475 جرام في المليلتر، خاطر أنا خذيت الإم بالجرام وخذيت الفي بالمليلتر. باهي، توا باش نحولها للكيلوغرام في المليلتر، في الكيلوغرام إذا المليلتر، وبعد نحولها للكيلوغرام متر المكعب. إذا أول حاجة باش نبدلها للكيلوغرام شنو باش نعمل؟ هذه باش نقسمها على 1000، فهمنا؟ إذا شنو باش تجيني؟ باش تجيني 8.475 10 قوة ناقص 3 كيلوغرام في المليلتر. وتو باش نحولها للمتر المكعب. إذا نحن نعرف أن 1 مليلتر يساوي 1 سنتيمتر مكعب، ونحن باش نبدلو للمتر المكعب. إذا هنا من سنتيمتر مكعب للمتر المكعب شنو نعمل؟ نقسم. إذا هنا 10 قوة ناقص 6 متر مكعب، هكا ولا؟ إذا هنا هذه باش نبدلها للمتر المكعب، باش نقسمها على 10 قوة ناقص 6، باهي؟ يعني مش تجيني يساوي 8.475 10 قوة ناقص 3 على 10 قوة ناقص 6، إذا هي 8.475 10 قوة ناقص 3 مع 6، إذا كاين ضربتها في الألف، إذا 8.475 كيلوغرام في المتر المكعب. إذا هذا هو الرو، ولكن ننتبه هذا لكل القطع النقدية، وهو يحب القطعة النقدية الواحدة. إذا في التمرين متاعنا قديش خذها من قطعة؟ خذها 17 قطعة، إذا يكفي أني نقسم النتيجة متاعي على 17. إذا الكتلة الحجمية للقطعة النقدية الواحدة إذا نسميها رو واحد يساوي رو على 17، إذا يساوي 8.475 قاسم 17، باش تجيني 4098.824 كيلوغرام في المتر المكعب. ننتبه راني ديما نحط الوحدة، راو إذا كان نسيت الوحدة في الامتحان يحسب لكم شطر العدد. بعد التمرين الرابع قمنا بوزن مكعب من الفولاذ طول وضلعه 10 سنتيمتر، فتحصلنا على الكتلة 7.7 كيلوغرام. قسمناه إلى جزئين متساويين، ما هي الكتلة الحجمية لكل جزء؟ فهمنا؟ إذا لهنا أول حاجة يزني نلوج على الكتلة الحجمية للمكعب، وبعدين نشوف الكتلة الحجمية لكل جزء، فهمنا؟ إذا أول حاجة نلوج على الكتلة الحجمية للمكعب، رو يساوي إم على في، ديما نحاول نشوف الإم ونشوف الفي. إذا كتلة المكعب، إذا الكتلة هي إم يساوي 7.7 كيلوغرام، وقعتيها لي في التمرين متاعي. ولهنا حجم المكعب، إذا في الحجم، عطيني طول الضلع 10 سنتيمتر، الحجم هو 10 في 10 في 10، هكا ولا؟ إذا يساوي 1000 سنتيمتر مكعب، ما هو المكعب متاعي عنده ضلع في ضلع في ضلع الحجم متاعه. إذا الكتلة الحجمية للمكعب تو رو يساوي إم على في، إذا يساوي 7.7 على 10، إذا على 1000 عفوا. ننتبه هذه بالكيلوغرام وهذه بالسنتيمتر مكعب، إذا مش تجيني نتيجة 0.0077 كيلوغرام في السنتيمتر المكعب. إذا مش نبدلها لهنا من سنتيمتر مكعب، هو شنو يحب النتيجة؟ لهنا ما عطانيش الوحدة اللي يحب عليها، نجم نخليها هكا كيلوغرام في السنتيمتر المكعب. نجم نبدلها للجرام سنتيمتر مكعب. اذا شنو باش نعمل هنا؟ من الكيلوغرام للجرام، اذا نضرب في الالف، اذا شنو باش تجيني لهنا؟ ضارب الف تجيني 7.7 جرام في السنتيمتر المكعب. هذه هي الرو، هذه نتاع المكعب الكل. هو يحب كل جزء من المكعب، بحيث انه المكعب قسمه الى جزئين متساويين. باهي، شنو باش نعمل انا هنا؟ المكعب قسمنا المكعب إلى جزئين متساويين.
وياي. اذا مادام قسمناه الى جزئين متساويين مش نسمي ام واحد هي معناتها كتله كل جزء، اذا هي 7.7 على 2 مش يجيني 3.85 كيلوغرام هكا ولا. والحجم نتاع كل جزء بما انه قسمناها على جزئين متساويين، اذا في واحد يساوي 1000 على 2 يساوي 500 سنتيمتر مكعب هكا ولا. اذا هنا باش نطلع رو واحد يساوي ام واحد على في واحد، إذا شنو باش تجيني هذيا؟ إذا باش تجيني 3.85 على 500، نتاعكم بلون مغاير خاطر مهمة برشا الطريقة هذي، إذا يساوي لهنا باش تعطيني 7.7، إذا لهنا 7.7 غرام في السنتيمتر المكعب. شنو نلاحظوا هنا؟ لاحظوا إنه الكتلة الحجمية لكل جزء مساوية للكتلة الحجمية للمكعب، إذا لهنا إذا لهنا ملاحظة بتاعنا إنه الكتلة الحجمية إذا قسمنا المكعب إلى جزئين متساويين فإن الكتلة الحجمية لكل جزء مساوية للكتلة الحجمية للمكعب، فهمنا؟ باهي. خاطر لهنا شنو جيت عملت؟ لهنا جيت قسمت الام على 2 وقسمت الفي على 2 تعادلت من 5 لنعتبر كرة من الفولاذ مملوءة ومتجانسة شعاعها 4 سنتيمتر، ما هي الكتلة الحجمية؟ ما هي كتلة هذه الكرة؟ ما هو قطر كرة من الفولاذ تزن 50 كيلو جرام؟ تمامنا؟ إذا لهنا بطبيعة فما معطى اللي هو الكتلة الحجمية للفولاذ، إذا رو يساوي 7850 كيلو جرام في المتر المكعب، فهمنا؟ إذا لهنا عندي الرو وسألني لهنا على الكتلة، باهي؟ إذا نحن شنو نعرفو؟ نعرفو إنه رو يساوي إم على في وهو يحب يلوج على الإم، إذا من هنا إم يساوي رو ضارب في، الرو عندي، إذا هنا يلزمني نطلع الفي، نحن شنو عاطيني؟ عاطيني الشعاع اللي هو 4 سنتيمتر، فهمنا؟ إذا لهنا الكرة الشعاع نتاعها هو 4 سنتيمتر، إذا الفي هو 4 على 3 بي ار قوت 3، فهمنا؟ هذا هو الحجم نتاعها، هي هذه القاعده نتاع الحجم. اذا لهنا الاير هو بطبيعه القطر اللي الاير هو الشعاع عفوا اللي هو 4 سنتيمتر، اذا لهنا باش نطبق طول المعطيات نتاعي بي ضارب اذا لهنا 4 قوت 3، اذا باش تجيني النتيجه 267.946 سنتيمتر مكعب، باهي؟ خاطر خليت لهنا الاير خليتها بالسنتيمتر، وخاطر الرو عندي لهنا الرو عندي بالمتر مكعب ننتبهوا بالكدا، اذا لهنا بالسنتيمتر مكعب، اذا لهنا بعد كي باش نلوج على الام ننتبهوا بالكدا للوحده نتاعو. اذا لهنا اول حاجه نبدل الفي للمتر مكعب، اذا لهنا من السنتيمتر مكعب للمتر مكعب شنو باش تعطيني؟ 10^6 متر مكعب. إذا لهنا باش نلوج على الام يساوي رو، الرو اللي هي 7850 ضارب إذا لهنا 267.964 10^6 باش نلقى النتيجة بالكيلو جرام، إذا يساوي 2.1 كيلو جرام. هذا السؤال رقم واحد. سؤال رقم 2، ما هو قطر كرة من الفولاذ تزن 50 كيلو جرام؟ فهمنا؟ إذا لهنا يلوج على القطر. إيه نحن شنو عندنا؟ عندنا رو ديما يساوي إم على في، القطر فين موجود؟ القطر موجود، إذا نحن نعرفوا إنه القطر موجود في الشعاع، هكا ولا؟ إذا كان طلعت أنا الشعاع، نجم نطلع القطر، فهمنا؟ باهي يلزمني توا نطلع الشعاع، كيفاش نعمل باش نطلع الشعاع؟ يلزمني نطلع الفي. فهمنا؟ إذا لهنا كأنه يسأل في على في، إذا في شنو تساوي القاعدة نتاعها؟ في هي إم على رو، لهنا كيفاش باقي نطبق أنا؟ نطبق رو على واحد يساوي إم على في، هذا في هذا، إذا رو ضارب في يساوي واحد ضارب إم، معنتها الإم هو رو في في، والفي هو إم على رو، والرو هو إم على في، فهمنا هذوما نفس القاعدة تقريبا، باهي؟ هنا عطيني الام هو 50 كيلوغرام وبطبيعة الكتلة الحجمية للفولاذ هي 7850،
فهمنا؟ إذا نجم نحي لهنا سبرات حسب التقريب إذا مش ديني 6.37 10 قوة ناقص 3 إذا لهنا متر مكعب، فهمنا؟ اللي هي 6370 سنتيمتر مكعب، هذه هي الفي. ولكن نحن شنو عندنا؟ عندنا في هي 4 على 3 بي ار قوة 3، الار اللي هو الشعاع، إذا لهنا ار قوة 3 يساوي لهنا، إذا شنو باش يعطيني؟ 3 في على 4 بي، فوالا. إذن كي نعمل العملية متاعي باش نلقى R قوة 3 هو 1521.5، هذا مش يعطيني إنه R يساوي 11.5. إذا لهنا عملت لهنا 3 V على 4 P، ال V الوحدة متاعها هي سنتيمتر مكعب، إذا لهنا ال R باش يجيني بالسنتيمتر. هكايا طلعت ال R، بعد القطر نضربها في الاثنين. عدى التمرين الموالي. إذا في حوزتنا مخبار مدرج يزن 100 غرام، نقوم بملء هذا المخبار بالسوائل إكس جريك زد وإو، مع العلم أن هذه السوائل ليست قابلة للمزج. إذا كم تساوي كتلة الوعاء إذا كانت الكتل الجملية للسوائل حسب الترتيب 3 رو 2 رو، إذا لهنا رو ورو على 2، فهمنا؟ إذا لهنا شنو باش يلوجوا؟ باش يلوجوا على الكتلة نتاع الوعاء هذا الكل، باهي؟ اللي هي الأم. بما أن السوائل متاعي غير قابلة للمزج، إذا كل سائل له حجمه الخاص به، أوكي؟ إذا هنا باش نلوج على السائل الأولاني، إذا حجم الإكس والجريك والزد، إذا حسب بالطبيعة الرسم، إذا في إكس يساوي 10 سنتيمتر مكعب، هكا ولا؟ في جريك يساوي 15 سنتيمتر مكعب، في زد يساوي 25 سنتيمتر مكعب، وفي U إذا في U يساوي 10 سنتيمتر مكعب. أنا نقرأ فيهم لهنا، هذا هو الإكس، هكا ولا هاوني في العشرة، الإجريك ها هو الإجريك، من هنا عندي 10 حتىش ال 25، شو معناتها؟ معناتها هذه كل 15، الزيد هاوني من 25 لهنا حتىش عندي لل 50، إذا مش تكون 25، والـ U من 50 لل 60 إذا لهنا عندي 10، باهي هاوينهم، إذا 10 15 25 و10. إذا توا باش نطلع مادام عندي الـ V، إذا باش نطلع الـ MX MY MZ و V و MU، عفوا الخطر عندي الكتل الحجمية نتاعهم الكل. إذا MX شنو باش تجيني لهنا؟ MX الـ M هي رو في V، إذا MX هي رو X اللي هي إذا 3 رو ضرب V اللي هي 10، هكا ولا؟ إذا لهنا شنو باش تعطيني؟ يعني MX يساوي 30 رو، MY يساوي 15 رو، MY عفوا هي رو 2 رو ضرب 15، هكا ولا؟ إذا هنا عندي 2 ضرب 15 يعني MY يساوي 30 رو، MZ يساوي إذا الزد هي 25 والكتلة الحجمية نتاعها رو، إذا رو ضرب 25، إذا هنا MZ يساوي 25 رو، و ام يو يساوي رو على 2 ضرب 10، اذا ام يو يساوي عندي رو على 2 ضرب 10 اذا يساوي 5 رو. طب باش نطلع كتله الجمليه، اذا الكتله الجمليه ام باش نجمعهم هذوما الكل هكا ولا؟ اذا 30 رو مع 30 رو مع 25 رو مع 5 رو، ما ننساش المعطى في اول التمرين قال لي راهو يزن 10 غرامات، اذا لهنا مع 100 غرام عفوا مع 100 غرام، اذا يساوي عندي 30 و30 60 و30 90، اذا 90 رو مع 100 غرام، هذه هي الكتله الجمليه.